أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا حبيب الله، صلى الله عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب والله من تمسك بكم وقد أمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالإمام باب الحوائج موسى بن جعفر، كما تفضل سماحة الشيخ داود الربيعي أعزه الله واستشهد بحديث الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. قال الإمام: يدعو لكم أيها الوجوه الطيبة، يدعو لكم. ماذا قال الإمام؟ هاي لكم الدعوة إن شاء الله، أنتم من مصاديق هذه الدعوة. ماذا قال الإمام؟ قال: رحم الله شيعتنا. كما تعلمون إن النبي وآله الأطهار خلقوا قبل أن يخلق الله جل وعلا السماوات والأرض بستة آلاف سنة من النور ومن تلك الطينة الطيبة. يعني النبي وآله مخلوقون قبل أن يخلق السماوات والأرض بستة آلاف سنة، بستة آلاف سنة. وماذا يقول الإمام الصادق؟ لو تأملنا بهذه الرواية يقول: رحم الله شيعتنا فإنهم خلقوا من فاضل طينتنا. يعني أيها من هم يا سيدي؟ شلون نعرفهم؟ ما هو المعيار؟ قال: الذين يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. ها شلون نعمة؟ يعني الذين يفرحون لفرح أهل البيت ويحزنون لحزن أهل البيت، هم من أين من أين خلقوا؟ خلقوا من فاضل تلك الطينة الطيبة التي خلق منها الله جل وعلا محمد وآل محمد. سيدي من هم؟ قال: من هم؟ قال: الذين يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. بعد الإمام الصادق يمدح الشيعة، يمدحكم أيها الوجوه الطيبة. خلونا في الرواية اللي تبعث الأمل في نفوسنا وفي أرواحنا. ماذا يقول الإمام الصادق عليه السلام؟ يقول: نحن صبر وشيعتنا أصبر منا. عجيب، أكو صبر مثل صبر أهل البيت؟ مولاي ابن رسول الله ماذا تقول؟ قال: نعم، أقول نحن صبر وشيعتنا أصبر منا. بماذا يا سيدي؟ قال: لأننا صبرنا، أهل البيت صبرنا على عظيم ما نعلم، وهم صبروا على ما لا يعلمون. هذه يمدح بها حضرتكم وهذه الوجوه الطيبة إمامكم الصادق عليه السلام. بعد
بعد أكو كلمة كلش تبعث بنفوسكم الأمل والطمأنينة والأجواء الإيمانية مع محمد وآل محمد. صلي على محمد وآل محمد. بعد الإمام شلون يشكر الشيعة بعد ما له كلمة بعد؟ يقول الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: إن فضل شيعتنا علينا، إن فضل شيعتنا علينا أكبر من فضلنا عليهم. عجيب مولاي، يعني إحنا شيعتك الحقيقيين، يعني ذول الحقيقيين، هسا أنا ما أقول من الشيعة إن شاء الله، بكت من الوالي المحبين، يقول شيعتنا كيف يا ابن رسول الله؟ قال: ها، فضلهم أكبر من فضلنا عليهم، لأنهم أصيبوا بنا ولم نصب بهم. شايف؟ يقول إحنا أهل البيت فضل شيعتنا أكبر من فضلنا عليهم كيف؟ قال: لأنهم أصيبوا بنا. وانت جنابك شوف، انت المحارب وبس يكذونك بغير مكان، يذبحونك ويتقربون بك إلى الله. شنو ضريبة؟ شنو ترى؟ هاي ثمن الجنة، وضريبتها موالاة محمد وآل محمد. احنا نصبنا بهم، مجرنا، قتلنا، وكل هذا هو احلى من الشحن في دول هاي الوجوه الطيبه. كل شيء موالي يحضر مجالس محمد وانا اقبل اقدامه. الله يقول: ان فضل شيعتنا علينا اكبر من فضلنا عليهم، لانهم اصيبوا بنا. واحنا اهل البيت ما نصبنا بسبب شيعتنا. ترى الواقع هذا، وأبيك الواقع حق. الشيعة أصيبوا بسبب ولاية علي بن أبي طالب وآله الأطهار، وأهل البيت لم يصيبوا بسببنا. فنسأل الله أن تكون هاي في ميزان حسناتكم، وتكون لكم ذخيرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأي قلب سليم أحسن من القلب الموالي والذي يذوب في حب محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. إذن أيها الأعزاء، إحنا نعيش أيام ظلامات الإمام موسى بن جعفر. الله، لماذا هذا العذاب والظلم والجور عليك سيدي؟ في يوم من الأيام الرشيد أو هارون العباسي عليه لعائن الله في جوار الكعبة، وين ثم ذهب إلى المدينة، آسف، في المدينة، وجاء في المدينة يسلم على النبي أمام الناس، يريد يقول للناس: ترى أنا ابن عم النبي وإحنا أولى بالخلافة. إيش قال للإمام؟ إيش يقول للنبي صلى الله عليه وآله؟ وكان إلى جنبه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: السلام عليك يا ابن العم. يقول ما كان من الإمام إلا ينهض نهضته. يقول لما قال السلام عليك يا ابن العم، قام موسى بن جعفر وقال: السلام عليك يا أبتاه، السلام عليك يا أبتاه، السلام عليك يا أبتاه. يقول عاد انتفخت أدواجه أو داجة، انتفخت أو داجة، وقال: أو تزعم أنك أقرب إلى رسول الله منا؟ قدام الملأ قال: لا، أسألك سؤال. قال: أسأل. قال: لو بعث رسول الله أتزوجه كريمتك؟ قال: سبحان الله، ولم لا، بل أزوجه وأفتخر بذلك على العرب والعجم. قال: إذن لو بعث رسول الله لا أزوجه ولا يخطب مني. قال: ولم ذاك؟ قال: لأنه ولدنا ولم يلدكم. هاي يعني الأسباب اللي خلت الإمام يزج في السجن. 15 سنة، 16 سنة، من طامورة إلى طامورة. شي يقول إمامكم
في طوامير ظلماء كان ما يعرف منها الليل من النهار، وكيف كان يصلي ما يدري ليه، يصلي على أصوات السجانين. في دول هاي الوجوه الطيبة جايين الإمامكم، الآن الإمام المهدي ينظر لكم والزهراء تنظر لكم، والله مو احيوا أمرنا، أحيا الله من أحيا أمرنا. مو يقول من طامورة إلى طامورة بهاي الظلمات وهو يقول شكرا لك يا رب إنني دعوتك أن تفرغني لعبادتك وها أنت قد فعلت، فشكرا لله. فيعتبر هذا السجن فرصة لعبادة الله. إخواني والله العظيم خلونا شوي، إحنا أرجو المعذرة خاف شوي أطول عليكم، إحنا الآن بحاجة إلى التقوى. شوف بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي بصورة أوضح الله كفيل بالمتقين، ومن يتق الله بأي ضائقة تطيح، بأي مصيبة أبعدكم الله وحماكم، الله كفيل بإخراجك. قانون الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل مصيبة، من توكل على الله، اتقي الله هو اللي يحميك ويرزق حتى يتكفل برزقك ويرزقه من حيث لا يحتسب. تعالوا معي إلى الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول علي بن أبي طالب، يقول إلهي أنت تعلم إن جلوسي في بيتك أي في المسجد أحب إلي من جلوسي في الجنة. قالوا له يا أمير، يا أبا الحسن والحسين، هذه الجنة النعمة اللي الله اختارها إليك وبيها، يعني الراحة ما خطر على بال بشر، كيف تفضلها على جلوسك بالجامع؟ شوف هذا إمامنا ماكو مثله سلام الله عليه. يا علي أنت وشيعتك الفائزون يوم القيامة. يقل لهم أن جلوسي في الجنة فيه رضا نفسي، وعما جلوسي في بيت الله فيه رضا ربي، وأنا أقدم رضا ربي على رضا نفسي. اللهم صل على محمد. زين، أنت عندك حاجة وتدعو، أنت جار الجامع والجامع قريب عليك. هسه أنا أسألك سؤال، أسأل جنابكم الكريم، أنا اليوم عندي شغلة يم أبو كرار العتبي، يعني يصير أخابرة أنا شغلة مهمة وأريد أنجزها إلي، يصير أخابرة مخابرة لو أروح للبيت وأقعد ببيته حتى أأثر عليه، وين أنا أريد جواب البيت مو؟ أنت تدعو الله وأنت جار جامع وما صلي، روح صلي بالجامع وأدعو الله ببيته وهو يستجيب لك. شايف إحنا قاعدين ببيوتنا وجيران الجامع، وجامع يوم القيامة يشتكي علينا وما نصلي صلاة جماعة بالجامع، ما نصلي جماعة ما تثق بالإمام، صلي فرادة ببيت الله وادعو الله الله يستجيب لك. كان أدعو الله وبيت بصف ما أروح للبيت وأدعو أريد يقضي حاجتي. الإمام علي عليه السلام ماذا يقول؟ يقول إلهي، شوف أنت من تروح البيت الله والله حتى الشيطان يبتعد عنك، تحب تعمل نوافل، تحب تصلي، تحب تقرأ قرآن ببيت الله، الله سبحانه وتعالى أكو أجواء روحية إيمانية في المساجد، سبحان الله، حتى ما تمل من الصلاة بالجامع مو مثل ببيتك، ركض ركض. زين نجي الإمام علي عليه السلام شو يقول؟ يقول إلهي كفاني فخرا أن تكون لي ربا، وكفاني عزا أن أكون لك عبدا، أنت كما أريد اجعلني كما تريد. أنت جنابك الكريم يا الشيعي، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، اقتدي بإمامك، اقتدي بنبيك، أنت شو تسوي، ماذا تصنع؟ قل إلهي كفاني فخرا أن تكون لي ربا، وكفاني عزا أن أكون لك عبدا، واسأل الله. قل إلهي أنت كما أريد أدعوك، بضائقة، بمحنة، بقلة رزق، وأنت تستجيب لي.
أنت كما أريد أطلب منك أن تجعلني كما تريد أنت يا سيدي ويا مولاي. فيا أخواني لا أطيل عليكم، نعيش مأساة الإمام موسى بن جعفر. ماذا صنع به العباسيون من سجن إلى سجن، وأرادوا منه أن يقع بالفاحشة والعياذ بالله. يقول لما من سجن السجن أرادوه يتخلى عن الإمامة ويتخلى عن الشيعة ويتخلى عن دينه، ما قدروا يسووا له. شاف له هارون لعنه الله من أجمل الجواري وأرسلها إليه في ملابس فاضحة ليقع الإمام وين يقع بالفاحشة، وأدخلوها عليه تلك الجميلة المتهتكة، ما بقت إلا لحظات حتى أخذ يعظها وتحولت أحوالها سبحان الله من تلك المواقف المخزية، وإذا بها تتحول إلى قمة الإيمان وتستغفر ربها وتطلب من الإمام عباءته لتستر روحها، وتابت على يد الإمام موسى بن جعفر. اللهم صل على محمد. ما خاب لا والله من تمسك بكم. خل أذكر لكم كرامتين ونعرج على الإمام. أنا كنت أقرأ بطويسات، كانت ليلة لعلها ليلة علي الأكبر، وأني بالمجلس بديت ومجلس عامر مثل هاي الوجوه الطيبة الله يحفظكم، وإذا جوني شباب وأني على المنبر أريد أبدأ، قالوا لي شيخنا هاي مرية عتها وليد واحد، عتها وليد واحد، وبعد أخذت البغداد وأخذت البصرة وأصبحت قضيتها ميؤوس منها، وقالوا لها الأطباء انتظري يموت، وودتنا تقول هذا اللي يقرأ على الحسين، قالوا له يدعو لي أبو عبد الله أو يدعو لي أبا عبد الله. والله العظيم وأنا بديت بالمجلس إلى أن وصلت إلى مصيبة علي الأكبر، قمت على حيلي بالأخير وهم كلهم قاموا شادر كبير، قلت له أبا عبد الله أنت مرت عليك لوعة الإبن، وأنت لما ابنك علي الأكبر نزل الساحة الميدان شلون صارت أحوالك؟ وأسئلك عن ليلى لما نزل علي الأكبر وجاءه بكر بن غانم كيف كانت أحوال الأم؟ وهاي أم وعتها وحيد وطردها الطبيب، أبا عبد الله أنت تطردها؟ ما أشوفك تطردها يا أبا عبد الله، انظر لها. وقمنا نبكي وندعو، كمل المجلس، جوني جماعة قالوا شيخنا أنت ايش تحكي؟ هذا ابنها في منتهي ميت، بس هاي من يعني من عزة روحه مكلبة بأهل البيت. قلت لهم مو بعيدة على أهل البيت، وين طردها الأطباء؟ أهل البيت ما يطردوها مو؟ بالله ونسيت القضية، وجيت رجعت هنا ويا السيد ياسري، سيد عماد الياسري اللي جنابكم بعضكم يعرفه، يشتغل كان مدير بالمعمل مال الغاز، سيد عماد أبو سجاد الياسري، ورا شهرين جاني قال لي شيخنا هاي المرية قالت لك؟ قلت له شبيها؟ قال هاي علي بنها. قلت له مات؟ قال لي لا، قال اليوم متعنيتني وتسأل علي ومديت لي واحد، وروحنا للسيد خلي يسلم على الشيخ، قل له ممنونين من الحسين، طيب ابنه وابن ذاك اللي يمشي على حاله. اللهم صل على محمد. اخواني تمسكوا بمحمد وآل محمد، تمسكوا بالحسين، تمسكوا بباب الحوائج. هذا احد الخطباء، هاي الكرامه الثانيه ان شاء الله، احد الخطباء يقول ينقل قصه، يقول اكو واحد بايام الستينات يشتغل عماله وين؟ بالتاجي. يقول صادفت ذيك الليله 25 يعني ليله استشهاد الامام باب الحوائج عليه السلام، يقول شيعي وروحه وصدره يعني محرج، قال اتزوجته يا ابي؟ يقول انا ما فكرت، قلت الطريق شنو؟ نروح مشي، سياره ماكو،
قلت لها يا بي خلينا نروح ليلة نزور الإمام موسى بن جعفر. يقول قالت لي يلا توكل. يقولوا مرتي شابة وحلوة. يقول جينا نمشي ما فكرنا الطريق بيقطع الطرق ولا فكرنا بناس أجلكم الله السرسرية المعادين والمخالفين. يقول جينا نمشي وإذا يعترضون شباب أنا واحد سلاح ما عندي وجتني مجاميع. يقول والله اجوا على زوجته وشافوها حلوة. يقول اجوا ياخذونها من عدي وين اولي. يقول انا اتنحيت جانب ومديت ايدي على باب الحوائج قلت له يا موسى بن جعفر انت صاحب غيرة وحمية وانا هاي مرت شابه وجايبها وجايك يا للعار ترضى يا ابن رسول الله ياخذون زوجتي. انا الموت ما اخاف منه انقتل مو مشكله شي يصير مو مشكله بس يا ابن رسول الله من ياخذون مرتي شقول وشحكي وين اطوجي. يقول والله على ذمته هو يحلف. يقول والله واذا تطبق علينا سياره وقفت علينا سياره نزل منها واحد معمم قال لي ها يا زائر ايش عندك؟ قلت له مولاي انا جاي سيدي ومولاي باب الحوائج جاي الآن وهذول يا دنيا ياخذون زوجتي مني وش أقول ماذا أصنع؟ قال لي خلي يولون يخسون أصعد أصعد. قلت صعدنا وصعد هو بالسيارة حركت السيارة. يقول أنا مديت إيدي بجيبي قلت لزوجتي خلي هذا السيد من الله جابنا خلي أنطيه فلوس كروة. يقول والله مديت يحلف يقول مديت ايدي بجيبي دا اطلع بالفلوس واذا السيارة ماكو والسيد ماكو واذا احنا باب موسى بن جعفر. صل على محمد وآل محمد. سيدي يا باب الحوائج والله اريدك يا ابو طلب اريدك يوم القيامه هناك منضيع بين حوافر الخيل اريدك تفزع لنا يا باب الحوائج هناك عند جدك رسول الله. الامام وين مسجون؟ بالبصره. وصلت الاخبار الى الرشيد بانهم يتلاطفون مع الامام يوسعون على الامام حتى أرسل إليه أتوا به إلى بغداد وين؟ إلى سجن السندي بن شاهك عليه لعن الله اللي ما بقلبه رحمة. يقول لما جيء به إلى بغداد يقول علي بن سويد الشيعة أخذوا يلحون عليه قالوا لي جابوا الإمام ببغداد وروح شوفنا الإمام متى الفراج؟ لقد ضاق صدورنا. أقول له سيدي يا باب الحوائج والله أنت ذولاك الشيعة اللي كانوا علي بن سويد وجماعته كانوا في منتهى وفي فارغ الصبر ينتظرونك تخرج لهم. سيدي احنا الآن في فارغ الصبر ننتظر إمام صاحب العصر والزمن. يا باب الحوائج نسأل الله بحق الإمام موسى بن جعفر أن يعجل للإمام صاحب العصر والزمن. يا مولاي يا أيها الإمام المهدي والله نحن في فارغ الصبر ننتظر أن تخرج إلينا وتخلصنا مما نحن فيه. سيدي ظهر الفساد في البر والبحر إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول علي بن سويد أنا أجيت وين؟ إلى سجن السندي بن شاهك حتى أرضيت السجانين انطيتهم بعض الأموال وصلت إلى الإمام لقيت الإمام في منتهى الظلم والمصاف. قال لي يا ابن سويد ما الذي أتى بك؟ قلت له مولاي إن شيعتك ينتظرونك ويقرؤوك السلام ويقولون متى الفرج؟ قال لي يا ابن سويد إن الفرج يوم الجمعة ضحا على جسر بغداد
يقول ابن سويد: أنا خرجت من الإمام ولا تكاد تحملني رجلاي من ذلك الفرح، وأنا أطرق أبواب أصحابنا بابا بابا. إن الإمام يقول إن الفرج يوم الجمعة ضحا على جسر بغداد، يقول وعمة الفرحة جميع شيعة الإمام موسى بن جعفر. يقول بالفعل إحنا يوم الجمعة خرجنا، خرجوا المن يردون يستقبلون الإمام، يشمون الإمام، يقبلون الإمام، يستفيدون من علومه، يستضيئون بنور وجهه المبارك. يقول وإذا نتفاجأ بجنازة الإمام يحملها أربعة حمالون، وينادي المنادي: هذا إمام الرافضة، ويلي من البصرة السجن بغداد جابه، ويلي من البصرة السجن بغداد جابه، بحديد وقيد ويدور ذهاب، ذب بسجين مظلم غلق باب، ونهى السجان من ناس يدنون بسجين، والسند بن شاهك السجان علي بكل وقت مغلج البيبان، ظل سنين للواد فلابان، ما يدرون ميت ولا مسجون. أقول له يا باب الحوائج، أنت لما دعاك ذاك الشيعي وقال لك مولاي هاي زوجتي أخاف عليها من الخطر، وأنت صاحب غيرة يا مولاي يا موسى بن جعفر، شالتك النخوة الهاشمية وخلصت ذاك الرجل، أقول لك يا ليتك موجود ليلة الحادي عشر من المحرم زينب لا محامي ولا كفيل، أقول له مولاي يا موسى بن جعفر شاريتك الغيرة على شيعي من شيعتك وأنقذته وزوجته، يا ليتك موجودا لما أركبوا زينب على ناقة هزيلة وهم يضربونها بالسياط. أيوة سيدتا وزينب، يا موسى المسا يا حسين وحدي، أنا ميت حيرة ويد على خدي، ما ظل ولي يا أخويا عندي ريحانة المختار جدي، خويا أنا مشي وتعثر بالمشاتيل وتميل الرزايا منيا، ما ميل بالمهاد ناغاك جبريل، خويا نمتو علي نجل جلل، خويا وحنا حرم واللي بارينا عليل، أقعد على درب الأضعون، أنا لقعد على درب الأضعون، وسائل الإرحون ويجون، خويا كلمة لها غياب الفون، وأنا غايب باللحيد مدفون.
إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم تقبل منا هذا القليل، واجعله مواساة لنبيك وآله الأطهار. اللهم جماع الحاضرين والسامعين وسائر المؤمنين والمؤسس لهذا المجلس، اقضي حوائجهم، اشفي مرضاهم. اللهم لا تخرجنا وإياهم من هذه الدنيا حتى ترضى عنا يا الله، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم عجل لمولانا الإمام الحج الفرج، وسهل له المخرج. اللهم وانصره نصرا عزيزا بحق محمد وآل محمد. نسأل الله تعالى ذلك، وأن يثبتنا على ولاية محمد وآل محمد، وببركة الصلاة على محمد وآل محمد.